السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في الفيديو التالت لشيت واحد. بيقول لك هنا السؤال رقم 16: calculate the theoretical value of ni. طبعا ده شغل الكترونات سنة أولى، فحاجة بسيطة إن شاء الله بالنسبة لكم. بيقول لك هسيب لي ni في السيليكون عند روم تمبريتشر اللي هي 300 درجة كلفن، ويحصل لي بحيث الانرجي جاب بتاعه السيليكون حوالي 1.12 الكترون فولت. طيب المعادله بتاعتنا اللي هنتبعها بيقول ال ان اي الانترنسيك سيليكون فاليو اللي هي التركيز بتاعت ال ان اي، وهنا البي اللي هو فولت، والتي والاي جي والكي والتي. هنلاقي ان هنا بيعرف لنا الكونستنت، البي هي ماتيريال ديبندنت بارامتر حوالي 1.8 × 10^31 كيلو ماينس 3 سنتيمتر ماينس 6 فور سيليكون، يعني هي المادة بيعتمد على نوع المادة. بعدين التي هي ابسولوت تمبريتشر بالكلفن، والكي اسمه دي بولتزمان كونستنت، وبعدين اي جي اللي هي انرجي جاب اللي احنا بدهلنا في السؤال بتاع السيليكون. وبيقول لك تقول لي بقى التركيز بتاع السيليكون في درجة الحرارة دي بيبقى كام. الانترنسيك كارير كونسنتريشن ان اي اقدر احسبه من المعادله اللي فوق. تعال نشوف بس المعطيات هتحطها ازاي. خلي بالك بس المعادلات دي اكتبها في ورقه عشان في الفيديو قدام هنستخدم كل المعادلات دي. البي هنحط الرقم ده 1.8 × 10^30، التي 300 تربيع، اكسبوننشال اي جي 1.12، الكي بولتزمان يدولك السبب دي كلها. يا ريت بولتزمان كونسنت نحفظه، البي بتاعت الماتيريال بتاع السيليكون، الاي جي بتاع السيليكون، يعني الحاجات دي تحاول تحفظها او تعرف تكتبها ازاي. هو الدكتور سام قلبي هيجيبها خلاص يا شباب، لان انا بسجل الفيديو النهارده الخميس الموافق 28/10. انا كنت امبارح مع الدكتور حسام قبل المحاضره بتاعتكم، وهو وضعنا خطة وازاي هنشتغل، وعرفت ان هو نزل لكم الشيت وان انتوا حلتوه مفروض وتسلموه له، وهو هيخلص الجزئية دي معاكم. فبالتالي انا المفروض اشرح بقى اللي انا بشرحه دلوقتي، فاحنا ماشيين مفيش تأخير ولا حاجة، احنا ماشيين مظبوط عشان الناس اللي بتقلق. رقم واحد. رقم اتنين، ركز في الحل وحل بايدك. دكتور حسام اهم حاجه بايدك عشان تبقى عارف الماده دي، لما تخش قدام شويه هتلاقي الدنيا كتير، فامشي واحده واحده في الماده دي بالذات، واخد بالك دي ما بتتلمش في يوم. انا بقول لكم نعوض في القانون، هيطلع معايا التركيز بتاعي حوالي 1.42 × 10^10 كل سنتيمتر كيوب، ودي المطلوب من السؤال. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. احسب ال ان اي بتاعت الجرمانيوم اهو في درجة حرارة الغرفة 300. الجرمانيوم يبقى تقريبا البي هتتغير والاي جي هتتغير في القانون، مش القانون بتاعنا اهو، قلنا البي دي بتعتمد على المادة والاي جي، يبقى دول القيمتين دول هناخدهم نحطهم لمين؟ للجرمانيوم. اهو بيقول لك البي فاليو كده مقاس سنتيمتر ماينس 6 للجرمانيوم 2.31، هتلاقي راح طالك هنا. وطبعا احنا عارفين الجرمانيوم حوالي 0.66 في القانون اللي فوق، وكانت السيليكون حوالي 1.12. خلاص يا شباب يبقى كده انت عندك طلع التركيز حوالي 2.27 × 10 لكل سنتيمتر كيوب. تعالوا نشوف المسألة رقم 18 و19 هما زي بعض.
بيقول لك what are the maximum drift velocity، maximum drift velocity سرعة الانزياح بتاعت الكاريرز سواء كانت الكترونز أو هولز في الجرماني. What are the low field mobilities؟ إيه القيم الصغيرة للموبيلتيز؟ جميل جدا. رقم بي بيقول لك what is the maximum drift in germanium arsenide، يعني هيغير مسألة بدل ما كانت germanium هتبقى gallium arsenide. طب أنا ممكن أجيب لك السيليكون، يبقى الثلاث مسائل هما واحدة، طريقة الحل واحدة. مع العلم ان الالكتريك فيلد اللي انا مطبقه عندي عشان يسبب السرعه الالكترونز او الهولز في الماتيريالز الجرمانيوم والجاليوم سوليد والسيليكون حوالي 100 فولت على سنتيمتر، والكلام ده كله بتاعه الالكترونز حوالي 4.3×10^5 في السكند، والهولز حوالي 2.1×10^5. تعالوا نشوف الكيرف ده، الدكتور مديهولكم في الشيت. بيقول ايه الكيرف ده؟ بيقول والله ادي الالكتريك فيلد، كل ما زود الالكتريك فيلد كل ما تزيد السرعه بتاعت الكاريرز سواء هولز او الكترونز، وادي بيقيس السرعه بالسنتيمتر على السنة. فهنا لو انا جينا السهم هنا، ادي الكيرف ده والكيرف ده بتاع الجرمانيوم، النقط بتاع الهولز والسول بتاعك، فتيجي تمشي مع الكيرف لغايه الماكسيمم هيديك نقطه اهي. النقطه دي هي حاجه في 10^6 بس، كان بقى دي 1 2 3 4 5 تقريبا 4 وشويه في 10^5. طيب بالنسبه للهولز المنقط ده الماكسيمم تقريبا يبقى حوالي برضو 10^5 في 2 تقريبا وشويه من الكيرف، يعني هتطلع القيمه دي من كيرف عند كام؟ خلي بالك عند 300 درجه كيرف، يعني في كيرف لل 400 او في كيرفات لكل درجه. طيب يبقى احنا فهمنا الكيرف وطلعنا منه الماكسيمم فيلوسيتيز موبيليتي للكاريرز، وعاوزين نشوف اللو موبيليتي. تعالوا نشوف الماكسيمم دريفت فيلوسيتي في الجرمانيوم عن ساتوريشن بتاعته حوالي 6×10^6، و الماكسيمم دريفت فيلوسيتي اوف جرمانيوم حوالي 6×10^6 هي ايه؟ 6×10^6 سنتيمتر في السكند. والله احنا يعني ايه شاكرين. بيقول لك عند اللو فيلد سلوب اس كونستنت، عند الفيلد حوالي 100 فولت بالسنتيمتر، عند هنا عند بداية الكيرف هتلاقي الشرطتين دول، ادي القيم اللي هو بيتكلم عنها اللي هي اللو فيلد ذا سلوب اس كونستنت اللي هو ميل ثابت تقريبا، وبنلاقي ان السرعات بتاعة الالكترون حوالي 4.3 وبتاعة الهولز حوالي 2.1. طيب ما هو السؤال بتاعه بيقول لك ايه بقى؟ السؤال نرجع للسؤال، هات لي الماكسيمم دريفت فيلوسيتي ما انا قلتها لك. طيب عند ساتوريشن، طب الالكترونز والهولز جبناها، طب وات ار اللو فيلد موبيلتيز جبناها عند ال 100 اللي هي القيم دي عند ال 100 خلاص شباب. طب اللي عند الساتوريشن فين؟ فوق اهي، دي بتاعت الهولز عند 6 وشوية، وعند الهولز تقريبا تصلى ستوريش عند نفس القيمة تقريبا. طيب احنا كده جاوبنا الجزء الاولاني، تعالوا نشوف الجزء التاني. What are the low field mobility؟ عاوز يحسب بقى الموبيلتي. احنا طبعا قلنا الدريفت فيلوسيتي، طب الموبيلتي بتتحسب ازاي؟ بتجيب الدريفت فيلوسيتي تقسمها على الالكتريك فيلد اللي هي الميل. طبعا احنا جبنا الدريفت فيلوسيتي عند ال 100 فولت بالسنتيمتر عند 300 درجه كلفن، ما تنساش الحته دي، على 4.3 اللي احنا طلعناه من الكيرف اللي هي القيمه دي، اداني 4300 سنتيمتر سكوير على السكند. طب بالنسبه للهولز هتعوض بقيمه 1.1 على نفس الفولت، يديك 1100 سنتيمتر سكوير
لكل علي السنة. طيب هنا في حاجة في اليونتس، هنا سنتيمتر على الثانية وهنا فولت لكل سنتيمتر، ف سنتيمتر سكوير على الثانية. هنلاقي ان هنا ايه، في يونت هنا اللي هي الفولت موجودة تحت، لان بيخش تأثير الفيلد معانا. بعد كده رقم بي، كان عاوز ايه في رقم بي؟ What is the maximum drift velocity of electrons gallium arsenide؟ What is the electron mobility in gallium arsenide؟ عند نفس السؤال تقريبا، هو نفس السؤال. electron velocity bx، تعال نشوف الكيرف. gallium arsenide فين؟ gallium arsenide عند حوالي 2 او 10^7، ماشي. اهي عرفناها ازاي، لو طلعت عند الكيرف ده جاليوم أرسنايد بيحصل له ساتوريشن وبعدين يحصل له بريك داون عند حوالي 2 × 10^7، خلاص من الكيرفات. والإلكتريك فيلد بتاعي حوالي 100. طيب الدريفت فيلوسيتي عند الميد فيلد للجاليوم أرسنايد بكام؟ نطلع الكيرف تاني، هنجد ان عند المية للجاليوم أرسنايد اهو حوالي اللي هي الدايرة دي، استنى نعمل ريز للمنطقة دي خالص نشوف. هنلاقي حوالي عندي 1 2 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 8 × 10^5. هننزل تحت كده، خلي بالك في القراية الكيرفات عشان تطلع ايه 8 × 10^5 8 ونص، ماشي. هيديك الموبيليتي بتاعت الالكترونز حوالي 8500. هل هو الراجل في السؤال كان عاوز الالكترونز بس؟ فعلا هو كان عاوز هنا منطقة الالكترونز بس. طيب find the resistivity of intrinsic silicon. شغل بقى conduction والكلام ده كله، شغل كهربائي عند حوالي 400 درجة كده معوقة، عند 400 درجة كيلفن للسيليكون. وقول لي والله هو سيليكون انزوليتور عازل ولا سيمي كوندكتور ولا كوندكتور؟ ماشي. طيب تعال نشوف هيحسبها ازاي. هنا بيقول السيليكون عند 50 درجة كلفن، لو الالكترون موبيليتي حوالي 6500 والهول موبيليتي حوالي 2000، ماشي. خلي بالك اليونت الثابت بتاع الموبيليتي سليمة اهي، سنتيمتر سكوير على فولت في الثانية. وحدد لي المادة دي انزوليتور ولا سيمي كوندكتور. خلي بالك دي عند 400 درجة كلفن وعند 50 درجة كلفن، ماشي. أول حاجة خالص هنحل النقطة الأولانية عند 400 درجة كلفن، هي بتاعت 50 هما الاتنين واحد. عندنا الـ conductivity بتساوي Q شحنة الإلكترون في N عدد الـ concentration بتاع intrinsic values بتاع N type electrons، وهنا الـ mobility mu N، وهنا التركيز بتاع الـ P type اللي هي الـ holes في الـ mobility بتاع الـ holes، وحدتها مايكرو سنتيمتر كل سطح واحد.
ال ان اي تربيع التركيز في القانون اللي احنا خدناه في المسألة الأولانية خالص رقم 16 كان ادي البي كابيتال وادي درجة الحرارة الرقمية وادي الكوندكشن باند وادي البولتزمان كونسنت بتاع السيليكون وادي 400 درجة بتاعتنا هيديني ان التركيز بتاع ال ان اي بكذا. خلاص ماشي. طيب الرو اللي هي الفاليو اللي هو عاوز يجيبها بتساوي واحد على السيجما. طب السيجما بتمثل بايه بالقانون ده؟ الكيو ادي الشهر 4/16/10 وادي ان التركيز اللي هو 2/32 والبي 2/32 هو يعتبر عنده ان تركيز الغلظة هو تركيز الالكترونز. وهنا الميو ان والميو بي. طب الميو ان والميو بي اجيبهم منين؟ هو الراجل مديهم لي. الموبيلتس بتاعت الالكترونز والهولز اقدر احسبها من الكيرفات اللي فات. خلاص هو بيقول من المثال السابق، ولكن المثال السابق كان عند درجة حرارة هنا شغال على 400، التاني كان ده كان شغال على بسم الله على 300. الكيرفات دي يا شباب على ان عند 300، فما ينفعش استخدم المثال ده في الحل. فاحنا هناخد ان هو مديني معطى ان الموبيليتي بتاعت الالكترونز بكذا والموبيليتي بتاعت الهولز بكذا. الراجل عوض وجاب لا فوق، احنا هنا اهو هناخد الموبيلتي بكذا 1350 و 500 عند درجة حرارة 400، وجدنا ان السستيفيتي بتاعتك 1450 اوم للسنتيمتر، فبالتالي الماتيريال في الحالة دي عبارة عن سيمي كوندكتور. فالإجابة بيقول لك ان الستيتي بتاعتك 1450 والنوع سيمي كوندكتور. طيب تعال نحل الجزء الثاني من السؤال اللي هو عند 50 درجة. هو الراجل كتر خيره مديني الموبيليتي بتاعت الالكترونز، هنعوض نفس الخطوات. خلاص يا شباب، بس خلي بالك في القانون ده هيبقى دي بدل 40 هتبقى كام؟ هتبقى 50 بس، وتغير قيم الموبيليتي هيطلع معاك القيمة دي 1/16 × 10^53. طبعا دي معدية جامد، فمعنى كده المعوقة بتاعتي عالية جدا جدا جدا، فانا شغال كده انزليتر، ده شغال سيمي كوندكتور. فهو الراجل كتب ايه في الاجابة؟ كتب ان فعلا قيمة عالية جدا، وده يبقى طبعا حاسب. ملحوظة ان السيمي كوندكتور رينج من 10^6 × 10^4 الستيفيتي بتاعت السيمي كوندكتور. كده احنا الحمد لله خلصنا الشيت الاولاني، بس فاضي عندي جزئيه صغيره الالوان. انا كان في صور كده اهي، لما تيجي مثلا عاوز تشرح العمليه بتاعت البلاور تكنولوجي، والله اصفر ادي سبستريت، تشرح كلامك وكل حاجه، ولما تيجي تلون تلون كده، ترسم صندوق بي تايب اصفر، وبعدين الرصاصي السيليكون، وبعدين الفوتوريزيست برتقاني. يعني احنا شرحناه كله بس تعمله بالالوان، لازم تعمل كده مع الرصاصي. ادي شال الجزء من الفوتوريزيست وادي الماسك، طبعا دي هتعملها جامده ودي تعملها مخططه. مخططه ليه؟ لانها بقت سائله، وهكذا مع كل خطوه تحط اللون بتاعها. حتى لما تيجي تعمل ديفيوجن بي تايب تعمله اصفر غامق بي بلس، والاخضر ده الان بلس. خلاص انا بريد بس طريقه تركيبه الالوان. هنا هنا ادي الايزوليشن بي بلس بلس اصفر غامق، وهنا بي بلس فوق اصفر، وهنا الاخضر، وهنا الاصفر فاتح البي سبستريت. اهو بالالوان، لازم تكتب بالالوان. الميتال بتاعك بيبقى لبني اهو. خلاص وادي الماسكات بتاعتنا. خلاص اهي الشكل بتاعي للايه ده ايزوليتد بي جي تي. طيب
برضو هنا لما تيجي تشرح اي حاجة في الشابتر ده اهو، تشرح بالالوان، شوف الالوان مشروحة. يعني بيقول لك هنا اشرح طريقة السي موس في الان ويل، ان ويل والبي سبستريت، الرسم وجنبها سطر، الرسم وجنبها سطر. ما نقعدش بقى دي نطول في الكلام ونقعد نلغي. طبعا بيك بيرد دي بتاعت بيك فوكس، الكلام ده كله في التصنيع بتاع الموسفيت. ادي شكل الماتيريال، شفت شكل الالوان حلو ازاي. عاوز تعمل تونول ايا كان، اي لما تيجي تشرح لدكتور حسام الرسمه وجنبها سطر اهو، والله انا هعمل كذا واعمل كذا، هعمل كذا واعمل كذا. اللهم صل على النبي. كان في نوتس دكتور حسام دايما بيشرحها في المحاضره، دي بتيجي اكمل النوتس دي اللي هي مظاهره قدامنا دلوقتي، نقف عليها كل واحده شويه كده مجموعه علشان الناس توقف الفيديو وتشوف الاسئله الكلام المكتوب. طبعا الخط وحش جدا، ادي الشكل زي ما احنا شايفين. دي اسئله مثلا نقط define contact cuts in the insulating layer، قال لك الكونتاكت ماسك. وسؤال جه اكمل والله في ميد ترم، يعني ما تستهونوش بالكلام اللي الدكتور بيقوله في المحاضره او النوتس اللي بيكتبها على السلايدز. معلش انا صوتي راح وصوتي ضعيف شويه، بس نوفره شويه عشان الجزء الاخير. تمام كده يا شباب، ماشي. تعالوا بقى ليسوغرافستس، طبعا اللي احنا قلنا ديزاين رولز. الالوان دي الليجند، لما تيجي تشتغل في اللامدا سكيل بيبر اللي هي طبعا بقى عند مكتبة الجامعة كأنها جريد كده، يعني الأصفر بيول أصفر فاتح، ال N بلس اللي هي الأكتيف إيريا أخضر غامق، ال B بلس أكتيف إيريا أصفر غامق، أخضر فاتح ال N ويل، أحمر البولي سيليكون، السماوي ميتال واحد، الأزرق ميتال اتنين، والأسودات أي كونتاكت أو غاية بنعمله بالأسود. لو مثلا أنا عندي سيركت دايجرام أهي الدكتور جابها لك، ده ترانزستور فوق نوعه بي تايب موسفيت بي موس، وده إن موس. بيقول لك ارسم لي اللاي أوت. أول حاجة الدكتور هيطلبها منك يقول لك ارسم الستيك دايجرام. ستيك دايجرام يعني قول لي الشكل بتاعه. والله عشان أعمل بي موس موسفيت يعني اروح اعمل خط اصفر اللي هي دي، الاصفر الاولاني ده السورس فوق اهو والدرين اهو، وادي البولي سيليكون اللي عند الجيت متوصل بميتال اهو، النقطة السمرا دي اللي هي الفايا اللي هي الكونتاكتس، ادي اللبن ده كله ميتال بيوصل بالارض للفي اوت والفي ام والفي دي. كبرها شوية، ده حاجة اسمها ستيك ديجرام، بتبقى خطوط خطوط زي ما احنا شايفين كده. ادي ميتال 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 ميتال، رحت عامل جيت بولي سيليكون، جيت بولي سيليكون، وهنا سورس ودرين ان تايب، سورس ودرين بي تايب، لان اللي فوق بي موس بتاعت ان موس كده. عملت انفرتر، نتخن الخط شوية، نتخن يلا. ها خلي بالك بقى، انا رحت جاي عامل منقط هنا بخط اصفر عشان اقول والله ان هنا انا زارع ال N بلس في بي سبستريت، وبعدين اعمل خط منقط اخضر في ال B موس عشان اقول والله ده انا زارع ال B بلس في N سبستريت. طب اللي اوت رولز لما نيجي نرسم في الورقة ان شاء الله، لو دكتور حسام حط في شيت مش تاتر المسألة في المطلوب لي اوت هشرحها لكم. الويل البي تايب والرين تايب بيقول لك ابعاده 10 لمضة في 6 لمضة، اللمضة دي اللي هي المربع الواحد في عندك، ممكن تكبر يعني لو لقيت الرسمة تكبر منك ممكن تصغر، تقول مثلا ان المربع الواحد عبارة عن 2 لمضة، السكيل اللي انت زي انت عاوز. المسافة بين التو ويلز من نفس النوع حوالي 6 لمضة، لو بيشتغل عند جهود مختلفة لازم مسافة 9 لمضة. ابعاد الويل 10 في 10 لمضة. الاكتف بي بلس او ان بلس تايب
لو انت هتعمل منطقتين فيهم ديفيوجن لازم يكون مسافة فاصلة بينهم 2 لامدا، والديفيوجن بيبقى 2 لامدا في 2 لامدا، وهي زي ما احنا شايفين. طب البوليسيليكون، لو البوليسيليكون جنب بوليسيليكون برضه مسافة 2 لامدا، واسيب 2 لامدا. خلي بالك الرز دي مهمة. في المتر الواحد المسافة 3 لامدا، هو بمساحته 3 لامدا. لو متر اتنين 4 لامدا، اللي هو الأزرق الغامق وده اللي فوق السماوي. الكونتاكت أو الفايا بتبقى عبارة عن 4 لامدا في 4 لامدا، ماشي يا شباب؟ والحتة السوداء اللي بتبقى في النص دي، خلي بالك بقى مهما كانت الألوان، أنت الألوان بتركب فوق بعضها، يعني ممكن تلاقي لون بنفسجي طالع لك، لون بني، لون مش عارف إيه، مالكش دعوة، أنت بتلون وزي ما تطلع في الآخر. فأنت عندك هنا المربع اللي جوه 2 لامدا في 2 لامدا، وهنا مسافة لامدا، وهنا لامدا، وهنا فوق لامدا، وهنا لامدا، تروح عامل الفاي دي اسمها كونتاكت، اللي هي فين في الرسمة اللي احنا رسمناها، اللي هي حتة السمر. خلاص شباب ماشي، تعالوا نشوف بقية. لو انا عاوز اعمل كونتاكت ما بين ميتال وديفيوجن، بص بقى، بخلي الكونتاكت الاسمر دلتا لامدا في الديفيوجن ولامدا في الميتال، واعمل مربع 2 في 2 لامدا اهو، وادي المربع اللي ايه الاربعة في اربعة، 2 في المتر و2 في كذا. شفت؟ فن فن يعني رولز، مش كده وخلاص. طيب لو الديفيوجن زي ما احنا قلنا بوزيتيف وبوزيتيف، لازم يكون المسافة بينهم بالشكل ده. دي الرسمة اللي انتوا واخدينها في المحاضرة. عندي منطقة ادي ديفيوجن، الديفيوجن يخرج عن البولي بمقدار 3 لامدا. فين التلاتة لامدا دي؟ عايزين مؤشر 3 لامدا دي اللي هي دي. طب الديفيوجن والبولي 1 لامدا، المسافة ما بين الفاصل ما بين الديفيوجن والبولي 1 لامدا. فين الواحد لامدا؟ اهي اهي ديفيوجن اهو، مسافة بينه وبين ايه البولي 1 لامدا. هنا الديفيوجن والبولي 1 لامدا، هي المسافة دي برضو. طيب لو البولي خارج عن الديفيوجن يطلع بكام لامدا؟ قال لك 2 لامدا. فين الـ2 لامدا؟ اهي ادي البولي طالع عن الديفيوجن بمقدار كام يا شباب؟ 2 لامدا. طيب المسافة ما بين الديفيوجن والباوندري، قال لك المسافة بين الديفيوجن والباوندري بتاعت الويل حوالي 5 لامدا. ماشي يا شباب؟ جميل. نرجع تاني نكمل اللي احنا بنقوله. لو في كونتاكت في لير تحت انا مش شايفها، بعمله لونه بني وكروس كده علامة اكس بني، لو انا مش شايفه يعني الكونتاكت ده معمول تحت وفي مثلا ليرز تانية وكده في، طب انا عاوز اشوف، فبنعمله مربع بني 4 في 4 واكس ايه منقطة كده بني، وبرضو طبعا ما ننساش الابعاد بتاعة الديفيوجن والبولي، والكونتاكت بيبقى راكب ازاي، ده اسمه بارد كونتاكت مدفون. طب لو انا عندي ميتال وميتال نوعين مختلفين، برضو هروح جايب الكونتاكت دي في الكورنر التقاطع بين الاثنين واروح ملون. طيب الفراغ بتاع الكونتاكت اللي بره ده اصلا كان لونه ايه؟ كان لونه ازرق فاتح وبعدين فوقيه ازرق غامق، عشان كده ظهر غامق. هنا الفراغ اللي هنا كان هنا اخضر وبعدين لبن، اللبن يبان وهذا، فانت بتلون وزي ما يطلع معاك في الاخر. طيب الميتال تو بولي كونتاكت، ادي البولي سيليكون ادي اهو 4 في 4 احمر، وادي الاحمر، وادي ميتال، تمام. فخلي بالك التوصيفات دي مهمه جدا. طب الميتال مع الاكتيف كونتاكت، ادي ديفيوجن، طبعا احنا قلنا مسافة بين الكونتاكت والبولي سيليكون تكون 1 اهي، كونتاكت 4 في 4 خلاص، وبيتوصل بالشكل ده،
ما ننساش الابعاد اللي احنا قلنا السيمبول يطلع قد ايه والفيوجن يطلع قد ايه. دي الرولز بتاع الديزاين وايه فكرة الالوان وايه الكلام ده كله. طبعا انا كنت عاوز مثال للاي اوت كامل اوريه لكم دلوقتي. زي ما قلت لكم ده اللاي اوت كامل اهو. استنى نكبره شويه. هنا ادي جراوند ميتال وعامل ديفيوجن دي مرسومه على غامضه، بس طبعا انت بتقعد تحسب حسابات عشان تجيب اللينس بتاع الشانل قد ايه والكلام ده كله. وبعدين حاطط البولي سيليكون وادي ديفيوجن الاخضر تحت، وبعدين راح اعمل كونتاكت ومطلع ميتال وعامل مقاومه فوق. الرسمه دي عباره عن مقاومه وترانزستور. خلاص دي عباره عن مقاومه بس عن طريق الديفيوجن، ودي مقاومه عن طريق البولي سيليكون. المفروض انت تتعلم ان انت تعمل الورقه دي اللي هي بالشكل ده. انا هحاول اصورها بصوره احسن. دي الصوره احسن شويه زي ما احنا شايفين. الراجل اول حاجه بنعملها بنعمل الديفيوجن زي ما احنا شايفين كده، وبعدين نطلع بيها للكونتاكتس زي ما احنا شايفين ديفيوجن اهو، وبعدين ادي الميتال وادي الكونتاكتس. الكونتاكتس ادي مربع 2 في 2 وادي 4 في 4 وادي الكونتاكتس. خلي بالك دي كونتاكتس مع ديفيوجن بي، ودي كونتاكتس مع بولي سيليكون. وبعدين بتعمل سيادتك زي ما انت شايف كده بتعمل الليجند. لازم تعمل الليجند، لازم تقول للدكتور النسبة ما بين الويدث واللينس بتاع الشانل قد ايه. خلاص بعد كده تروح جاي عامل تحت السكيل، تقول والله انا شغال المربع الواحد، المربع الواحد 1 لمضة. لازم تعمل التلات حاجات دول في الورقة دي. عبارة عن ترانزستور زي ما قلتلكوا، اللي فوق دي مقاومة معمولة بالبولي، دي مقاومة معمولة. طبعا طريقة ان انت تعمل المقاومة دي ليها قصة، طريقة الحساب بس خليها دلوقتي. بعد كده ادي الكونتاكت وادي الميتال اللي هيطلع الاوتبوت بتاعي، وده الميتال بتاع الجراوند وده بتاع البي دي تي. خلاص كده دي شكل اللي اوت ودي الرولز اللي احنا قلنا عليها. وكده احنا انتهينا من السكشن، ويا رب يكون يعني استفدتوا بيه. انا بتابع التعليقات على الحاجات على يعني نرفع الفيديو. وشكرا لحسن استماعكم، ونتقابل ان شاء الله في الشتاء اللي جاي. طبعا السكشن اللي احنا شرحناه ده بتاع الاسبوع اللي فات واللي جاي، يعني اسبوعين احنا شغالين. فهننتظر الدكتور حسام يديكوا الشيت تحلوه، وبعدين ابدا اشرح لكم الشيت تاني. وربنا ييسر لكم الحال ان شاء الله، يوفقكم بما يحبه ويرضاه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.